أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات برج الجدي يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 1 أيلول 1/9/2023. مزاجك الخفيف هيخليك أكتر شعبية من أي وقت مضى، وهتكون بحاجة كويسة للعلاقات. هتاخد نفس عميق وهتساعدك في العثور على الهدوء اللي انت بتحتاجه لعمليات إعادة التنظيم اللي انت بتجريها. هيسهل ليك النجوم محادثات شخصية كتير. هيبقى الوقت النهاردة مناسب عشان تعمق علاقاتك من دون الحاجة انك تفرض اي شيء. هتبقى اكتر استرخاء وهتحس بازالة للتوتر في داخلك. ده هيثبت ليك اسئلة كتير كنت بتطرحها الفترة اللي فاتت وابتدت تبصر ثمارها في الفترة دي وبدايتها. هتحاول تبقى منفتح قدر الامكان على جبهة العلاقات الخاصة فيك لما يبقى الموضوع بيتعلق بمقابل اشخاص. في جهود كتير هتبذلها هتبقى مفيدة لاستقرارك على المدى الطويل. بالنسبة لحركة الكواكب، هيواصل القمر عبوره لبرج الحوت البديهي، هيبقى بينتقل لبرج الحمل الجري والمباشر. لو كان قمر الحمل نشيط ومغامر فالمريخ هيبقى حاكم برج الحمل بشكل تخمسي. مع زحل في العين ده هنبقى بنحس ببعض الطاقة وهنتوقف وهننطلق من جديد، مع وجود الجانب المرجح اننا نواجه شوية محاولات فاننا نفرض قضية معينة مقاومة لينا. بعض الاحيان هتبقى المقاومة داخلية، فالتردد والخوف ممكن يبقى بيمنعنا من اننا ناخد اجراء مباشر. هيبقى العبور ده عنده وسيلة تحفزنا على منظور جديد في نبص لنص الكوباية الفاضي. هتوجد قواعد وهتبقى في قيود وحدود بتصعب اننا ننسقها ونولفها مع رغباتنا في اليوم ده. هتبقى في نتيجة لكل ده اننا نتوقف وتبقى عندنا حاجة اننا نعدل خطتنا وهتبقى واضحة كده. بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.